جدا بالمدفعية، فما زال الريف الحومي يتعرض لقصف همجي من قوات النظام بمختلف أنواع الأسلحة، حيث تعرضت اللطامنة ومورك وكفر زيتا وحلفاية وطيبة الإمام لقصف مدفعي عنيف، وسجل سقوط العديد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال. كما تم إطلاق صواريخ بعيدة المدى من مطار حماة العسكري على الريف الحموي، حيث أن المدة الزمنية بين الصاروخ والآخر لا تتجاوز الدقيقتين تقريبا. كما تعرضت قرى سهل الغاب إلى قصف مدفعي عنيف برجمات الصواريخ من الحواجز العسكرية التابعة لعصابات الأسد منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، حيث شهد هذا السهل حركة نزوح كبيرة تشهدها قرية الحويس والحواش والحويجة بسبب القصف العنيف من حاجز الرصيف والعزيزية وحاجز جورين والموالية للنظام المعروف بخط التماس. كما تم الهجوم بالأسلحة والرشاشات الخفيفة والمتوسطة على المظاهرة التي خرجت في مسجد الشيخ سعيد الجابي. كما أبلغنا بعض الناشطون هناك خروج رتل من مطار حماة العسكري بقيادة سهيل الحسن على الطريق الرئيسي، حيث وصل الآن إلى مفرق قمحانة. كما سجلت اشتباكات عنيفة جدا عند دوار النسر وشارع النيل، وأصوات رشاشات الدوشكا تسمع إلى أغلب الأحياء، حيث شهدت في ريف حماة في قرية كفرنبود اشتباكات عنيفة من حاجز تل عثمان بالقرب من القرية وبمحيطها، واشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام من قرب من حاجز الرصيف. سيدي، أما عن الوضع الإنساني فهو سيء للغاية في ريف حماة بشكل عام، فهناك انقطاع لمادة الخبز منذ أيام وللمياه وانقطاع كامل للمياه والكهرباء، والجرحى الذين يسقطون جراء القصف لا يمكن إسعافهم، حيث لا يوجد أدوية ولا حتى مشافي ميدانية لمعالجتهم. نعم، شكرا لك مراسل شبكة شام في حماة سيف